إسعاف دبي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة نجوى قاسم، أجهشت بالبكاء. قال خليفة دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن قسم البلاغات تلقى اتصالاً في تمام الساعة 12:37 ظهر اليوم من سيدة كانت تبكي بكاءً حاراً وتطلب الإسعاف لنقل الإعلامية نجوى قاسم إلى المستشفى، وأغلق الهاتف لكثرة الضجيج في المنزل، فحاول قسم إدارة العمليات الاتصال بها مرة ثانية لإعطائها بعض الإرشادات حول تقديم الإسعافات الأولية مثل الإنعاش القلبي لغاية وصول سيارة الإسعاف، ولكنها كانت تجهش بالبكاء ولم يتسنى لغرفة العمليات الحديث معها. وأضافت دراي أن سيارة الإسعاف وصلت إلى المنطقة التي تقيم بها الإعلامية الراحلة مع أهلها في منطقة المارينا خلال 6 دقائق فقط، ليتبين أنها فارقت الحياة ولا تجدي معها صدمات الإنعاش القلبي لمرور وقت على وفاتها أثناء نومها. وقال أن نجوى قاسم لم تنقل بسيارة الإسعاف إلى أي من المستشفيات باعتبارها كانت قد فارقت الحياة، وإنما تم نقلها بواسطة سيارة نقل الجثث من قبل شرطة دبي للطب الشرعي بالأدلة الجنائية. وأشارت دراي إلى أن آخر تغريدة لها على تويتر كانت الساعة 12:05 ليلاً، مما يعني أن الجلطة القلبية القوية حدثت وهي تغط في نوم عميق. أما اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي فقال في بيان إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة الإعلامية اللبنانية المذيعة بمحطة العربية نجوى قاسم طبيعية نتيجة أزمة قلبية، لافتاً إلى أن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية، مرجحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول وفقاً لقناة العربية الحدث. وأضاف أن الإعلامية المتوفية البالغة من العمر 52 عاماً كانت تعيش مع أفراد أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا وفي أجواء اعتيادية، احتفلت معهم ومع أصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ، ما أثار قلقهم فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب، فاتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، لافتاً إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها ولم تكن تعاني أمراضاً أو مشكلات صحية قبل الوفاة. وأكد المنصور أن معاينة وتحقيقات شرطة دبي انتهت إلى أنه لا شيء خارج المألوف في التفاصيل التي سبقت وفاة الإعلامية اللبنانية، مستبعداً وجود أي شبهة جنائية. وكانت قناة العربية التلفزيونية قد قالت أن الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم توفيت صباح اليوم الخميس في منزلها في دبي عن عمر يناهز 52 عاماً.